معلي اسمع اسمع حد قريب يخش. عاشر مرة اقول الكلام ده حرام عليكم تهقطوني في عزتي. المتوفيين من باب المشرحة. افهموني بقى حرام عليكم. محمد سمير احمد كسر في عظام الفخدير. الحمد لله اجري يا واد. مبروك يا اختي. علي حمدي السيد كسر في عمود الفقري والاطراف. قول منين لو سمحت. باب السبالة التاني اخويا باب السبالة التاني. ماهر عبد السيد. شارع النصف. من هنا الأوضة دي. أنا مهلك يا أخويا نورت بيتك يا سماية. أنا مهلك يا حبيبي اسم الله عليك. بالراحة بالراحة. بص بص أيوه. عايز حاجة تانية خالص عليا؟ ما نجيبكوش في حاجة وحشة. سلام أخويا. سلام. يا حبيبتي بقول لك ايه؟ بس بقى بس يا اختي بقى انا اروح اسلق له فرخه كده يشرب شربتها ترم عظمه. مش نكديه وليا بقى احنا وحمادي الكل خارج على رجلي. امر الله يا اختي امر الله. احمدي الرب لا استحي الحين. خدي الغيره. نورت بيتك يا ليلي. نورت بيتك يا حبيبي. يا ماهر مالك ساكت كده ليه من ساعة ما شفتك؟ عيط يا اخوي انت خلاص بقيت في بيتك. عيط. اشكر ربنا على كل شيء. امال نشكر الرب على كل حاجة. عيط يا ماهر بلا عيط فرق. عيط يا حبيبي. الهيب عليك يا سعدي. عليك يا مان ما تقولش كده. انا اخدمك بعناية يا حبيبي. ده نركع ركبي واخدمك. انت يا ما شلتنا انا وعيالك. اهو نتعكز على بعض لحد ما الرب يطلع. الطبق ده شاله الافندي. يبقى كده عليك سبع شيل. هم خمسه بس وبعدين انت ناسي ان هو شال الدور اللي فات. ما تتكلموناش معاكم بقى ولا ايه؟ صح عليه خمسه وانا اتنين. ايوه كده. قول لي بقى مش ناوي تروح تزور حماك ماهر؟ يا عم انا لسه جاي من عنده من المستشفى. بس خلي بالك الموضوع ده فيه سبوبه وتعويض لحماك حلو. يعني صلح الدنيا مع اليومين دول عشان ينوبك من حب جانب. انا قلت لك يابا الحكومة هتدي ايه غير ملاليم؟ يا ابني لا ده تعويض فوري 5000 جنيه غير قضية التعويض اللي ارفعها المحامي. 5000 جنيه؟ قلبتلي دماغي. اجيلك بالليل يا الاحسن. ايوه سلام. 10 10 ايه؟ يا رب العشرة. يا عم بركة يا حاج بركة يا عم بركة. ايوه ايه عم بركة موجود؟ لا والله مش موجود. اي خدمة؟ انا عايزه في شغل ضروري. طب ما تطلع. طب من هنا؟ ايوه خش خش يا عم الرئيس. بنتي تاهت وانا بسرح في الحتة بتاعتكم دي واولاد الحلال قالوا لي روح لعم بركة وهو هيدف لك عليها بالميكروفون. يا اولاد الحلال بنت عندها 10 سنين ضيقة صبرة وشعرها اسود. لابسه ايه؟ فستان بني مقطع من على السين. ولابسه فستان بني مقطع من عند السين. ولدغه في السين. ولدغه في السين. طب احمد ربنا انها تعبت. قول لي يا ايها الوكيل عند جدع الحاره وقول لي هاجر والشباب عند الله وراه. جيت من على القهوه بدري يعني مش عادتك. انا ما رحتش القهوه. انا كنت في الكنيسه قاعد شويه مع ابونا. صعبان عليا يا عم ماهر قوي يا ناديه. وقلت لازم اصلح. وقال لك ايه؟ قال لي الحلفان باطل وادخل بيت حماتك. صحيح؟ ايدك ابوسها لصبحي.
ألف حمد وشكر ليك يا رب. يعني ينفع أروح له؟ آه روحي له منادي وخدي 20 جنيه هم، هات لهم شوية برتقان على شوية موز وحاولي تروق الجو وتقربي المسافات. ربنا يبارك لك يا صبحي ما يوقعك في دقيقة أبدا طول العمر اللي أنت عايشه. يلا يا بت، يلا يا ولاد، يلا يا ولاد، اسعى يا بت، يلا يا ولاد، اسعى يا بت، يلا عشان نروح عند جدكم وجدتكم. يلا ربنا يبارك لك يا صبحي. الله يخليك يا نادية، ده أقل واجب. يلا حبايبي، يلا حبايبي، يلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. صلوا على حضرة النبي. قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، درسنا اليوم عن طب معلش يا اخوانا نكمل بكره ان شاء الله، ده لو لينا عمر عشان انا النهارده تعبان شويه. السلام عليكم. السلام يا استاذ سلمان. الله يسلمك. السلام زينب. زينب انت يا زينب. ايوه يا اخويا. ايوه خير. الراجل اللي كان بيسجل لي بيراقبني، ده مشي وراه لغايه هنا. وعاوز منك ايه؟ انا عارف انت رخله. روح بص عليه من البلكونه، هتلاقيه لابس قميص بيج وبنطلون اسود، هتعرفيه على طول لانه غريب عن الحته. حاضر يا اخويا. حاضر. استر يلا استر. استر يا رب، استر يا رب. مفيش حد يا حاج واقف تحت. يبقى مشي. حول ولا قوه الا بالله. انا مش عارف هم عايزين مني ايه. انا ما بقولش حاجه غلط لحق اي حد، ده انا بقول قال الله وقال الرسول، وبوجه الناس للصواب وبحثهم عن الفضيله وبحذرهم من الخطا والخطيئه. فيها حاجه دي يا اخويا؟ ما تكبرش الموضوع قوي كده. أه هو حد كلمك في حاجه؟ لا ما حدش، ما حدش. اصل دول ما بيتكلموش يا سينا، ما بيتكلموش، دول بيعملوا على طول. طب هما يعني مانعين حد يتكلم في الدين؟ فهمني يا اخويا. افهمك ازاي بس وانا نفسي مش فاهم؟ طب اقول لك ايه، الحمد لله الجوامع ماليه مصر، ما تروح كده شوف اي جامع تاني. شوف جامع تاني؟ انت ايه اللي بتقوليه ده؟ مقاطيني بسكاتك يا زينب، ده كلام تقوليه برضه؟ ما لازم اقول لك ايه بس يا حاج؟ ما تقوليش، اسكتي خالص. انا هدخل اقرا سوره البقره وادعي ربنا انه يبعد عني الاذى. جاهزين؟ ها؟ جاهزين تمام. يلا شو جاهز؟ يا سمسم جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. يلا بينا. يلا مش مهم. وربنا المعبود احلى من البيت والسوق. بقول لك ايه يا شو؟ وربنا المعبود. ريحها كده قعدها تمام؟ يلا بينا. خليها معانا. خش يلا. وربنا المعبود أحلى من البيض والسوق.
راح فين انتوا؟ انا داخله لشوقي. شوقي مين؟ واحد بيغني هنا. ما حد ساب خبر ان في حد جاي. انا ساكنه مع شوقي في الحته. يا ستي ما فيش حد هنا اسمه شوقي. استنى مسأل. عارفه يا بنتي لو كنت بتكدبي؟ ولا اكدب عليكي ليه يا اختي؟ الواد بيصدق هو اللي قال لي ما تكلمي في الموبايل. بقاله 5 سنين مقفل الموبايل. ما انا مش عارف اخر كلمتك عليه دي ايه. بيحبني. مش باين يا حبيبتي. بيحبني انا عارفه بس هو مستعر مني. مفيش حد هنا اسمه شوقي. ليه لسه ما جاش؟ معرفش. اتفضلوا بقى. ماشي. استني الواد بيسد حفلة وبيغني هنا. بيسد عبيط زيي. يلا يا اختي. بقول لك يا غالي زي ما قلت لك جوه بقى. البنات دي لو جت هنا تاني لهم ان مفيش شوقي من اساسه بيجي هنا. اتفقنا؟ ماشي يا استاذ شوقي. اوعى تنسى. لا خلاص بقى. لا صباح الفل. ماشي صباح الفل. وربنا المعبود احلى من البيض والسوق. تمام دي هتشمل شويه بقى. مش قلت لكم الواد ده هيكسر الدنيا؟ عندك حق. قلت لك انا ده انا هنزل له قفيشات تغرق شوارع مصر. عيش عايزك تفرتك الحضر. ايش يا بارك؟ ايش اشرب يا بركه اشرب. عيش يا عمهم. التعبيره دي تقيل قوي. اللي بايعها اصله تقيل قوي. قاعد قدامك اهو عايز يموتنا. عيب عليك يا اسطى. يا حته بلدي طلعت اجيال تموت مين؟ تخاف ليه؟ اشرب. موت انت بس وانا موجود. انا سمعت ان الواد ابنك جاب كمبيوتر. ازاي الصبح يشتغل في الفراشه وبالليل يقعد على الكمبيوتر؟ مش دي حاجه تلخبط الكمبيوتر؟ لا ايه؟ ان الكلب بيكلم نسوان على الكمبيوتر ده عجب. نسوان ما كانتش على ايامنا. ايه نسوان ما كانتش؟ نسوان طول عمرها ايه نسوان يا عم بركه؟ احنا اللي بنتغير. طب بالمناسبه بقى انت مش ناوي تعملها تاني؟ لا حبيبي انا حلوه قوي كده مش ناقص. اشرب يا اسطى خلينا في الحجرين نوسع الافق ونمط الخيال. عيش. انا كفايه كده انا مش مظبوط. بعدين خايف اروح الاقي الواد جمال لسه صح. انا ما احبش انه يشوفني كده. لازم ابقى مظبوط قدامه. التعبيره دي جامده قوي يا عم. لسه ما شدناش نخلص الطقم ده. انت شايف كده؟ لا كده. ماشي يا بركه. ماشي خش عليه والنبي يا عم. ما تمسك نفسك يا نغمه احنا في الحاره. سيبني يا عم انت تمسكني في منطقتي. اه على طول بقول لك انت فلوسك عالي قوي اليومين دول يا نغم. ايه في ايه؟ لو ابويا عرشنا يا بيت هيموتنا. ابوك ايه يا عم؟ انا هخلع. السلام عليكم. زوغ انت. بكره بقى. ها؟ ماشي. ها بولبر. انا مش مظبوط وعايز افوق قبل ما الواد يجي. اعمل ايه؟ شربت قهوه. تعميره زفت على دماغك. سلام سلام جمال. ماشي استر يا رب. تعال يا جمال. انا قاعد مع اصحابي ليه؟ لا والله يا ابو مفيش حاجه. مفيش حاجه. طب خش نام ولو عاوز تقعد شويه ماشي. لا لا انا مش جعان قوي. رحت مع اصحاب السيما. طيب كل وغير هدومك ونام. انا كويس. لا الجو مش حر خالص قوي. خلاص يبقى يوم الاربعاء اللي جاي. وانا قلت له ايه؟
والله ما انا فاكر. حالاتي يا عبد الله. ازيك يا صباح؟ ايه يا عبد الله، امي مش هنا. عادي يا بنت، في ايه مالك؟ وايه اللي عادي؟ بقول لك امي مش هنا يا بنت. بس خش مش اخش فين يا بنت؟ خش يا بنت، امي مش هنا يا بنت. بلاش كلام فاضي يا عبد الله. يعني خلصت بدري يا صفيه؟ ربنا رزق. هقعد اعمل ايه؟ ادعي لي يا اختي والنبي ادعي لي. صح الظهر عايز يرزقك ليه؟ كل واحد بياخد نصيبه يا صفيه. روحي يا وليا. ده نايمة يا بنت، ده وش واحدة نايمة. هي امال امال يعني كنت فين؟ من هنا يا بنت. من اي يما؟ مفيش حد. طيب يا بنت مين اللي هنا؟ مين اللي هنا يا بنت؟ مفيش حد يا اما، مفيش حد. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مفيش حد يا اما. مفيش حد. مفيش حد ازاي؟ اهو. طيب يا بنت تحت السرير يا واطي. اطلعي يا واطي. مش قربت تصبري؟ طلع يا خالتي، ما في حاجه حصلت وربنا ما في حاجه حصلت. هتكدبلي هتكدبلي يا بنت. رحمه ابويا يا ماما. انت بس هتكدبلي. ده انا حاطه مراقبتك ورقبتها يا ماما. ونعمه مش قادرين تصوروا. ما فيش حاجه حصلت وربنا. انتوا اصلكم مش وش مش وش جواز. خالتي والله مش اطلع بره. اطلع بره مش هشوف وشك. مشي بره. اطلع بره يا جدعان. ما حصلتش حاجه. ما فيش حاجه حصلت. روح لامك. روح لامك يا حبيب امك. يلا اسمع. بتعمليني يا كده. هو ده اللي حصل والله. هو ده اللي حصل. ما حصلش اكتر من كده والله. لما تحلف لي من هنا لاخر الاوضه ما تصدقك. ايه واد اللي دخلك اوضتهم ومها مش موجوده؟ كنت عايز اقول لها حاجه. يا سلام، عايز تقول لها حاجه؟ طب استلقى بقى اللي هيجرالك. خدوا افضلها. تعالي يا صفيه امشي. اطلع بره يا واطي. امشي. قلبي وربي غضبانين عليك. امشي. تعالي يا اختي تعالي اقعدي. بصي خالتي، بصي بقى، الدبه اللي جابها محروس ابنك اهي ما تلزمنيش. جينا بقى للقرف. ليه يا اختي؟ خلاص الواد طلع بره، وتعالي بقى اما نتكلم على المكشوف. نعم. قولي يا خالتي عايزه ايه؟ ابننا بقى اللي هيخش النار، والدلعه دي بنتك اللي هتخش الجنه. يعني ايه يا خالتي؟ يعني ايه؟ يعني غلطه وراحت لحالها ما قلناش حاجه، لكن الواد حلف لي انه ما حصل بينهم اي حاجه الا إيه؟ يعني زي ما تقولي مخطوبين. جرالك ايه يا صفيه؟ جرالك ايه يا اختي؟ ما تشهلي بقى واستطري البيت، خلينا نخلص. يا لهوي، وهو انا مهدود حيلي غير عشان اسطرها يا خالتي؟ طب ما يلا يا اختي قربي البعيد. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ خلاص احنا ندخلهم الجمعه الجايه. ندخلهم فين بس؟ يدخلوا فين دول؟ يشوفوا لهم اي مطرح بايجار لحد ما ربنا يفرج عليهم. يلا يا اختي. ربي يا خايبه للغايبه، بكره تترمي رميتي دي. هما يتلخموا في عيالهم، وانت بقى دوري على اللي يسأل عليك. يعني عاجبك كيلو دراعنا كده؟ سميها بقى زي ما تسميها. المهم الاسبوع الجاي نكتب، واللي من وراي يخشوا 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 يغوروا من خلقتي. يخشوا في 60 دقيقة هم الجوز. وصلي صلي صلي والنبي صلي صلي عالنبي صلي صلي واتدحرج واجري وتعالى على حجري يا رماعه يا رمانة وحدي. ايوه كده يا امه. شانك ترى 100,000 مرة قلت لك خش من غير ولا كلمة.
ما انا عارف انه شاي، حد قال لك انه ملوخيه؟ معلش يا دكتور، المعلم تعبان قوي وبقاله يومين ما نزلش من البيت وقال لي اقول لك. بقول لك حط لسانك في بقك واطلع بره. حاضر يا دكتور. اجيب لك حاجه دكتور تامر؟ لا مش شاكر يا سندينا، مش عايز. في حاجه يا بابا؟ الناس مهدود حيلها والاكل بقى بيمريش عليها. الراجل من دول لما يوصل لسن 50 سنة يبقى ملوش لازمه. ده انا اعرف واحد صاحبي لا مؤاخذه يعني ما كانش ياخد الحبايه المنشطه دي ما يقدرش يسد على بيت. يا بابا حضرتك دكتور وعارف ان مفيش اي علاقه بين الدواء المنشط ده وبين اللي هو عايزه. تهيألك. تهيألي؟ يا بابا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. الدواء المنشط ده نزل جدول واستعماله كتير بيوصل للادمان، ثم ان في ناس كتير مرضى قوي محتاجين له اكتر من الناس اللي بتقول عليهم دول، والا وزاره الصحه ما كانتش نزلته جدول. بصراحه بابا انا مستغرب من المناقشه في الموضوع ده. انت ايه حكايتك معايا؟ هو انت كل ما تيجي تقعد معايا يا اخ تديني محاضره؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش قادر افهمك والله. ما تقوم يا عم تشوف شغلك ولا تروح كليتك ولا تقرا لك حاجه. الله، انت جاي تشتغل انا هنا هتعمل معايا ايه بس؟ اسيب لك المخزخانه وامشي؟ اعمل فيها اللي يعجبك ان شاء الله. تحرق يا رب تتحرق يا رب تولع يا رب. سلام. امال سألت الواد عليك قال لي لسه ما نزلش من البيت. انا لسه ما نزلتش، مش عارف على طول تعبان، جسمي كله كده حاطط، معرفش انا نمت امبارح ولا ما نمتش. لا لا حلو، خد يا اخوي خد، خليك زي الحصان امشي. ايوه كده الله يكرم اصلك، اهو كده كده الواحد ترجع الدمويه في وشه تاني. انت ليك عندي فلوس ولا قبضت مع العيال الصناعيه امبارح؟ يا سيدي ما تشيلش هم، انت كلك فلوس، انا شايلك للكبيره. وصيلي بس على الشاي. سندينا شاي وصاير الدكتور. حاضر يا معلم. اتفضل سكت. يلا اتكل على الله. اهي اهي يلا خلاص شيلي امسك. ها فاضي يا عم؟ شيلي شيلي اتكل على الله. يلا يلا يا ست الجنيه ده قديم يا عم. قديم قديم، هو احنا بنديها ميه قديمه يعني؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ يلا ماشي ماشي. ايه الشباب ايه ده؟ في ايه؟ انا محتاج اقعد معاك انت والاخ بدال شويه، ممكن؟ ليه في حاجه ولا ايه؟ ما تخلص يا عم حفظ، انت هتقف ترغي ولا ايه؟ يا عم استنى بس، في حاجه يا باشا ولا؟ لا 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 لا، مستنيكوا في القهوه يا جماعه. ماشي. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ والميه في حاجه ولا ايه؟ ما طول عمرها في حاجه، عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ببيع ميه حفظي. في ايه؟ تعالى 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 نشوف. خلي بالك انا برع من العربيه بسرعه. لا هو بيه. شكرا. الاستاذ حمزه بينقي رجالته بعنايه شديده جدا، بالذات لما عرف ان انتوا بتقدموا خدمات جديله لاهل الحاره. احنا بنقدم خدمات للحاره حفظي؟ عمرنا ما عملنا كده. الله الله على التفاني والتضحيه. هو انتوا يا جماعه لما بتقدموا ميه حلوه والناس تشرب ميه حلوه مش دي خدمه؟ ايوه بس احنا بناخد فلوس على كده. وايه المانع يا سيدي؟ امام الجامع بياخد فلوس. انتوا يا جماعه مش عارفين قيمه العمل اللي بتعملوه. طب هو الاستاذ حمزه ده ولا مؤاخذه يعني بيشتغل ايه؟ استاذ حمزه عنده شركه مساكن سابقه التجهيز. يعني ايه مساكن سابقه التجهيز؟ يعني مساكن اتسكنت قبل ما تتبني. الله الله على الوعي. ايه ده؟ مش جاي؟ رايحين السنترال نكلم ابوك. لا روح انتوا سلمون عليه. يا واد ما تقوم، قامت قيامتك. اتكل على الله ياما دلوقتي. حاضر كتك القرف. يلا. يعني من الاخر كده، الاستاذ حمزه عايزنا في ايه؟ الأستاذ حمزة نازل انتخابات مجلس الشعب في الدايرة عندكم وعايزكم تقفوا معاه. طبعا ده بمقابل مادي كبير، ويا سلام بقى لو نجح في مجلس الشعب هتبقى أمكم ده عيالكم. لا من ناحية الدعاء في شك، إنما ماشي شغال ولا إيه يا بلال؟ أنا بصراحة مش فاهم حاجة خالص. لما تقابلوا حمزة بيها هتعرفوا كل حاجة. المهم الدعاية الانتخابية هتبتدي من بكرة. طب مين بقى اللي هيبيع المية في الحارة؟ يا جماعة يا جماعة المية دي أي حد يشتغلها. أي حد يشتغلها إزاي؟ ده أكل عيشني. حمزة بيه بعت لكم هدية تعارف، دي حاجة كده بسيطة يعني 1000 جنيه. على فكرة المية دي شغلة أي حد.
ده انت طلعت ميه من تحت تب يا بنت. هم البنات في الحاره دول بنات؟ تصلي غلبانه مش دريانه. لو النبي صحيح اعملهم على ايه يا ولد؟ تعالى شوفي النسوان اللي على النت. نسوان على حق. وانت بقى تعالى شوف الصور اللي في اوضتي. ايه شباب ايه وجمال ايه واجسام كلها عضلات، حاجه تملى العين كده. ايه هو ده؟ احنا مش اتفقنا تشيل الصور اللي عندك دي؟ لما تشيل انت بقى النت اللي عندك والنسوان اللي عليه. تليفون في ايه؟ ماشي يا صباح هكلمك تاني. خفتي يا اختي اللوكلوك لابوك يتصل. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. اهلا بيك يا اختي. سكر حضرتك قد ايه؟ معلقه واحده. وخيرك. ده البيت نور. منور بقى الناس يا حبيبتي. كتر خير. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايديك يا حبيبتي. بشكر ربك يا مهندس انها جت على قد كده. يعني بشكر من غيره. النصيب الحمد لله. كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا دي. وعيشه بنتك عامله ايه؟ الحمد لله يا اختي. سالت عليك العافيه. وشوقي ده انا بقالي كتير ما بشوفوش. لا اصل شوقي لا شغلانه متعبه قوي ده. احنا نفسنا ما بنشوفوش الا كل فين وفين. ربنا يكرمه. استغفر الله العظيم. بامانه الله هو ولد ابن حلال وفي حاله. يعني هيطلع لمين غير لابوه؟ وهم بقى مقدس هيصرفوا لك تعويض ولا هيطمشوا؟ بصراحه يا استاذ تمام يوم الحكومه بسنه. من ساعه ما حصل اللي حصل ده ما صرفوش غير 5000. كتر خيرهم اللي يجي منهم احسن منهم. اللي قولي لي يا اختي عادل ابنك بقاله مده مسافر مفيش اي اخبار عنه؟ العوض عند ربنا. هو دريان ده حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يهديه ويهدينا يا رب. اسكتي يا اختي على شوقي. يلا يا زينب. الله ما انت قاعد يا استاذ تمام. احنا قلنا نيجي نطمن عليك. قدر الله ما شاء فعل يا اخوي. يلا يا زينب. انتوا لسه ما شربتوش الشاي؟ لا انا شربته الحمد لله. يلا كتر خيرك يا اختي. يلا سلام عليك. فوتك بعافيه. الله يعطيك فوتك بعافيه. هنا البركه. يا عيني عليك يا سعديه وعلى اللي جرالك. يا بنت اجري شويه ايدك اتبلت. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذ تمام؟ اهلا يا صبحي. بركه انك جيت تشوف حماك. الواجب بقى هنعمل ايه؟ طول عمرك صاحب واجب يا اخويا. بارك يا اخويا انك انت برضو جيت تشوف حماك. الناس الكبار دول ما يتعوضوش ابدا. طبعا يا خالتي نشكر ربنا على اي حاجه. ما نجيلكمش في حاجه وحشه. يلا يا بت. والله ما في اوحش منه. على فكره الواد صبحي ده مش تمام. بيقعد طول النهار على القهوه وبيلعب قمار. يخيبه بيلعب قمار؟ بس الواد ده كان كويس قوي يا حاج. ولا كويس ولا حاجه. طول عمره مقرف ومطلع عين البنت ناديه. ده حتى الراجل الكبير يا وداه تعبان قوي بسببهم. يا مكان يا عيني عليك يا سعدي وعلى حظك المهب. الواد الكبير بقى له 20 سنه وطفشان منها. والبنت المتنيله على عينيها دي بقى قلبها قاسي من ساعه ما اتجوزت. نسيت ابوها وامها. ده القرف بتاع العيال دول. يا ساتر يا رب. العيال كده جايبين التعب لاهاليهم. يلا نعرف ايه العيال اللي طالعه دي. وطي صوتك. كان في راسه انا حطيتها هنا. والنبي يا اخويا ما اعرف. يعني عفريت دخل فتح الدرج وخد الاقراص وسفها. انا اش عرفني؟ اسال تامر. وتامر ايه اللي دخله اوضتي وفتش في حاجتي ليه؟ ما طول عمره بيدخل الاوضه وانا حمنعه يعني؟ اه تمنعيه يفتش في حاجتي ليه؟ ازاي من غير اذني؟ ما خلاص يا عطيه في ايه؟ مالك يا اخويا محبكها كده ليه؟ انا لا محبكها ولا عاملها. انا نازل. تعالى هنا. رايح فين؟ هقفل الاجزخانه واروح اعزف واحد مات في الحاره. نهار اسود على الحاره. هو انا كل ما واحد هيموت في الحاره هتقفل؟ واجب. ورغم هذا ما قفلناش. البيت فاتحها. على اذنك. هات لي معاك برقوق. دكتور معلش انا اسف انا مضطر اقفل عشان عايز اروح. انت عايز حاجه مهمه؟ عايز يا دكتور عشان ابقى ليمون. ما نمتش الجسم تعبنا قوي. طيب تحب يعني اجيب لك حاجه للصداع؟ بقول لك بقالي بيت ما نمتش جسم واجعني قوي. طيب خلاص خلاص انا هجيب لك حاجه للصداع بس اكسترا. اكسترا ايه بس؟ وانت فاكرني ايه؟ فاكرني في عندي لابس جرافطه؟ انا مش فاهم. امال انت عايز ايه بالظبط؟ عايز مهدئ كده منشط بتاع الايام دي. ايوه بس ده هيبقى محتاج لروشيتا. روشيتي في ايه؟ انت بقى عليك جديد هنا؟ امال فلان الكبير اللي هنا ده؟ يا عم عطيه يا عم عطيه. دكتور عطيه مش هنا. الله 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 الله. دي اللغه اللي بتبنى ولا ايه؟ والله دي اللغه بتاعتي. ولو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب البوليس. بوليس؟ طالما بوليس ببوليس بقى. طب خلاص.